النهارده البرزنتيشن بتاعنا يا دكتور عن الترايزول اند اتس ديريفاتيفز. اول حاجه الانترودكشن. various agent with different action mechanism used to treat peptic ulcer. يعني في كومباوند كتير بديفرنت اكشن او بفعاليات مختلفه بجنزمات مختلفه بتعالج البيبتيك ألسر or irritation of gastrointestinal tract. This has include antibiotic. ممكن يبقى antibiotic to treat helicobacter infection. helicobacter دي نوع من أنواع البكتيريا. تمام. بتنتقل عن طريق ال breeze droplet. الهيستامين H2 antagonists to reduce gastric acid secretion. الهيستامين H2 ده بيقلل الجاستريك اسيد سكريشن. تمام. اند انتاسيد فور سايوماتيك ريليف. الاورجانيك كيمستري بلاي ا جريت رول اند دو اتس بيست تو فايند ا سوتابل سامبل افيشنت سينثيسيس اوف ترايزول ديريفاتيفز. تمام. الاورجانيك كيمستري اكيد دو اتس بيست تو فايند ا سوتابل كومباوند لايك ترايزول ديريفاتيفز اور ترايزول باي يوزينج الكايليشن اند سبستيتيوشن. السلايد دي بتوضح السينثيسيس اوف ترايازول ان ذيس ستيبس. بروسيدور فور سينثيسيس اوف ترايازول. اول حاجه يا دكتور بضيف ال 100 مللي ايثانول. تاني حاجه بضيف 1/10 مول اوف فينايل سايو اسيتيك اسيد هيدرازايد. تالت حاجه بضيف 1/10 مول اوف سبستيتيوتد اللايل ايزو سايوسيانيد. بعمل ستيرنج, بعد كده بعمل ريفلكس فور 1 اور, بعد كده كولينج البي بي تي اوف سبستيتيوتد فينايل سايو سيمي كاربازايد فورميد. طبعا بعمل فلتريشن بعد كده دراي. تاني ستيب معانا في السينثيسيس اوف ترايازول, بضيف 80 مللي من الميه, بضيف 1% مول من الفلتريت, بضيف 2% مول من الكيويتش. بعمل ريفلكس لمده 5 ساعات 5 اورز كولينج في باضافه الاتش سي ال عند بي اتش 3 او 4. البي بي تي اوف ميركابتو ترايازول والفورمنت. بعد كده بعمل فلتريشن, بعد كده بقى واشد ويز ووتر فاينلي اند فاينلي درايد. بعد كده السلايد دي دكتور بتوضح النيمز اوف ترايزول ديريفاتيفز. هنحضر منهم الميركابتو اسيتيك اسيد انيلايت. السلايد دي بتوضح الميركابتو اسيتيك اسيد انيلايت بروسيدور. اول حاجه هنضيف 20 مللي من الايثانول, هنضيف 2/1000 مول من الميركابتو ترايازول. تالت حاجه هنضيفها 20 مللي من الكي او اتش. تمام. واحنا بنعمل ستيرنج هنضيف 2/1000 مول من السبستيتوت انيلايد. هنعمل هيتنج ريفلكس فور 1 اور, بعد كده هنعمل كولينج في بيكر, بقى هنضيف 200 مللي من الميه وبوت ذس كونتنت اللي حطيناها لهم الايثانول والميركابتو ترايازول والكي او اتش, نحطهم في البيكر على 200 مللي ميه, بعد كده نعمل فلترت واخيرا درايد. obtained compound is 5AB and 7AI after crystallization room ethanol or isopropanol are white crystallization substance with clear melting point soluble in most organic solvent. الميلتنج بوينت بقدر اعرفها بكوفلر ميلتنج بوينت اباراتوس, والبيوريتي بتاعه الكومباوندز دي بقدر اعرفها بالتي ال سي أو thin layer chromatography and supported by spectroscopic data. البيولوجيكال اكشن. septic ulcer disease is a serious gastrointestinal disorder. This traditional medical approach to treating ulcer uses antacid, histamine H2 blocker and the proton pump inhibitor. Proton pump inhibitor are one of the most commonly prescribed classes of medication. In primary care setting, high therapeutic potential of 1-4 triazole derivatives, good amount of information is available on antimicrobial and anti-inflammatory analgesic